طاب يومكم أيها التلاميذ. قراءة اللغة العربية للصف الرابع الأساس، الجزء الثاني، الدرس 51، الموضوع أدوات الصف. أدوات الصف، هذه الأدوات كلها تستعمل في الصف للقراءة والكتابة والجلوس عليها وحفظ الكتب. حقيبة، حقيبة. دفتر، دفتر. كتاب، كتاب. سبورة، سبورة. طاولة، طاولة. كرسي، كرسي. طباشير، طباشير. محفظة، محفظة. قلم رصاص، قلم رصاص. ممحات، ممحات. مبراة، مبراة. مسطرة، مسطرة. خلاصة الموضوع، اليوم تعلمنا أدوات الصف. هذه الأدوات كلها تستعمل في الصف، سواء كانت للقراءة أو الكتابة أو الجلوس عليها أو حفظ الكتب. حقيبة، حقيبة. دفتر، دفتر. كتاب، كتاب. سبورة، سبورة. طاولة، طاولة. كرسي، كرسي. طباشير، طباشير. محفظة، محفظة. قلم رصاص، قلم رصاص. ممحاة، ممحاة. مبراة، مبراة. مسطرة، مسطرة. إلى اللقاء في الدرس القادم.